لكن يبدو أن شركة البترول السعودية أرامكو عندها حل لإنقاذ محركات الوقود. المحرك اللي قدامكم هو محرك الاسطوانات المتقابلة اللي طورته أرامكو بالتعاون مع شركة فورد وشركة أكيتيس باور. هذا المحرك بيجي بستة سلندرات سعة 2.7 لتر، قوته 270 حصان و580 نيوتن متر، لكن في الواقع هو ثلاثة سلندر بس كل اسطوانة تحتوي على مكبسين. طيب كيف بيشتغل هذا المحرك؟ المكابس بتتحرك للأمام والخلف بحيث كل مكبسين بيتحركوا عكس اتجاه بعض، وبعكس المحركات الثانية اللي بتتركز فيها المكابس على عمود مرفقي واحد. هذا المحرك فيه اثنين، الأول في الأسفل زي المحركات التقليدية، أما الثاني فهو في المكان اللي مفروض يكون موجود فيه رأس المحرك. لكن هذا المحرك بيتميز انه ما بيحتوي على رأس زي باقي المحركات. هذا المحرك ما فيه صمامات لانه محرك ثنائي الأشواط، وعشان كذا بيستخدم منافذ داخل كل أسطوانة وبيتم التحكم فيها من خلال حركة المكابس اللي بتغطيها أو بتكشفها، وبعض هذه المنافذ بتدخل الهواء وبعضها بيطلع العوادم، والبقية مهمتها العمل على الحقن المباشر للوقود. مع العلم إنه هذا المحرك هو محرك اشتعال انضغاطي، يعني طريقة عمله زي محركات الديزل، لكن الفرق إنه هذا المحرك بيعتمد على البنزين. طيب إيش الفائدة من كل هذه التغييرات؟ الدراسات بتقول إنه متوسط 25% من الوقود بيتم استهلاكه لتحريك السيارة في المحركات العادية، أما الباقي فبيتحول إلى طاقة حرارية. لكن محرك أكيتيس باور حيقدر يحول 45% من الوقود لدعم حركة السيارة، وبفضل هذه الزيادة حيكون معدل استهلاك البنزين للسيارة المزودة بهذا المحرك 37 ميل في الجالون الواحد أو 15 كيلو متر لكل لتر. يعني لما تعبي خزان بسعته 75 لتر حتمشي السيارة أكثر من 1100 كيلو متر. خلاصة الكلام إنه هذا المحرك حيكون اقتصادي أكثر من كل المحركات الكهربائية، والأهم من كذا هو إنه حيكون المحرك موافق للوائح الفيدرالية اللي بتفرض على جميع السيارات يكون معدل استهلاكها للوقود أكثر من 33 ميل في الجالون الواحد. هذا المحرك حيكون فيه إمكانية يتوفر كمحرك بنزين أو محرك ديزل أو على الغاز الطبيعي أو غيرها من أنواع الوقود. وتم اختيار سيارة فورد F-150 لتجريب هذا المحرك، والسبب هو إنها البيك أب الأفضل مبيعا في العالم، وكمان لأنها بتستهلك وقود بشكل كبير. شركة أرامكو بتراهن على هذه التقنية الجديدة اللي طورتها بالتعاون مع شركة فورد الأمريكية، ولو نجحت هذه الخطوة الجريئة حتكون ضربة كبيرة للسيارات الكهربائية. وحيتم تجريب المحرك على سيارات أسطول أرامكو الجديدة اللي حتدخل في الخدمة في الربع الأخير من العام الجاري إن شاء الله. أعزائي المتابعين، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.